تقول نحن نصلي صلاة التراويح في المسجد القريب منا ونصلي صلاة القيام مع الحرم مع المسجد النبوي، فتقول إذا فعلنا ذلك هل نوتر مع إمامنا أو أن نوتر مع الحرم إذا صلينا القيام؟ الأمر في هذا واسع، لكن تأخير الوتر إلى آخر الليل أفضل إذا كان الإنسان سيصلي آخر الليل. فإذا أوتر إمامكم في مسجدكم فقوموا أتوا بركعة اشفعوها وصلوا مع إمامكم الوتر في آخر الليل. إذا صلوا في منفردين أو صلوا مع إمام في بيتهم أو في المسجد الحرام أو المسجد النبوي كما هو حال السائلة.